في الأسابيع اللي جاية راح نحضروا على أبرز الجزائريين اللي عايشين في الأمريكان. اليوم رأنا مع البروفيسور نور الدين ملكشي اللي قرأ في جامعة باب زوار واللي راهو اليوم عميد جامعة ماساتشوستس لوول. فيما يخص يعني ليزيشانج بين الجامعات وليزيشانج بين الناس بين بلدان أخرى, أنا في رأيي يعني جامعة يونيفرسيتي بالفرنسية ولا يونيفرسيتي in English comes from the word universal. It's très très important. يعني حاجة مهمة بزاف باش الناس les étudiants والجامعات إن شاء الله يكونوا عندهم des interactions, يكونوا عندهم des collaborations مع الجامعات من العالم كامل حتى من أمريكا. ماهوش مش سي با كيلك شوز دامبوسيبل, وإن شاء الله نلحقوا الوقت وين نشوفوا بزاف الطلاب والطالبات بالجزائر يجوا لأمريكا وحتى الطلاب الأمريكيين إن شاء الله باش يجوا يتعلموا العربية ويتعلموا التاريخ تاعنا ويتعلموا التراديسيون تاعنا اكسترا من أمريكا. أنا كنت في الجزائر, كنت نقرأ في دار الزوار ومن بعد رحت لإنجلترا باش ندير الدراسة ديالي, بعد وليت الجزائر باش ندير الخدمة الوطنية تاعنا ضمن التأسيس ميتاه, ومن بعد من ثم كي في ذاك الوقت هذا كي درت الخدمة الوطنية جيت لهنا للأمريكان ويعني شفت كيفاش الحالة كانت تمشي وحبيت نرجع لهنا. انتم مع الشباب اللي راكم كملتوا واللي تكملوا يعني تدرسوا في دار الزوار ولا في جامعات اخرى جزائريه, انا نصيحه تاعي يعني لازم تامنوا بروحكم ولازم يعني نديروا كل شيء ان شاء الله نديروا كل شيء باش 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 تنجحوا وان شاء الله كل تنجحوا, ولكن النجاح يجي غير بالخدمه وتكملوا تخدموا وتكملوا تتعلموا. واليوم يعني واحد اللي ما يكملش يتعلم اللي ما يكملش يقرا يكون دائما متاخر. دونك شوفوا روحكم باللي راكو تعلمتوا حوايج ولكن لازم تعلموا اكثر وان شاء الله تزيدوا تعلموا اكثر وتكملوا تخدموا وتكملوا ان شاء الله تنجحوا ولا ريحتوا في الجزائر ولا ريحتوا الخارج. انا في رايي قوه الجزائر هي شبابها, هي يعني سي لا ريسورس هيومان, هي يعني واش عندنا احنا القوه البشريه تاع البلاد والشباب بالاخص. انا على حسابي هذه هي القوه تاعنا, ولكن القوة هذه تبقى ان بوتنسيال لو كان ما نخدموش معها وما نديروش واش يلزم معها. دونك ماذا بيا نشوف يعني الشباب في الجزائر القوة هذه تخرج وتنجح باش تكون وتطور البلاد تاعنا البلاد ديالنا.